السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا طلبتنا الأعزاء في المحاضرة الثانية من الهيومن هيستولوجي. محاضرتنا لهذا اليوم راح نكمل بها موضوع السيركوليتوري سيستم. مثل ما قلنا في المحاضرة السابقة أنه السيركوليتوري سيستم عبارة عن two parts: cardiovascular system plus lymphatic system. تكلمنا عن الكارديوفاسكولار سيستم في تلك المحاضرة السابقة، واليوم نتكلم عن الليمفاتيك سيستم. السيركوليتنج بلاد مثل ما أخذنا في المحاضرة السابقة أنه عندنا السيستميك سيركوليشن اللي هي متمثلة بالهارت، اللي هو يقوم بعمل البومبينج اوف بلاد ثرو ارتريز، وإذا تذكرون السيكونس اللي تكلمنا عنه بداية من اللارجر ارتريز اللي هي الكوندكتنج ارتريز او الالاستيك ارتريز مثل الاورتا، سبكليفيان ارتري، الاكزيلري ارتري، هذني هن اللارجر ارتريز او نسميهم الالاستيك ارتريز او الكوندكتنج. ثم الاصغر دايمتر، الاصغر بقليل، الميديوم سايزد ارتري اللي هي الماسكولار ارتريز او نسميهم ديستريبيوتنج ارتريز، ومن ثم ننتقل الى الارتريول اللي هي تكون اصغر واللي طبعا تكون ماسكولار وتيرمينال ارتريول، ومن ثم الى الكابيلاريز بانواعها الثلاثه اللي اخذناها. هذا السيكونس هو الغرض منه ايصال الاوكسجينيتد بلاد اللي يكون محمل بالاكسجين، النيوترينتس، الهرمونز، كيميكالز للتيشوز تو ديفرنت تيشوز ان ذا بودي. طبعا هنا راح ينتهي بالكابيلاري بلاكس اور الكابيلاري بيت اللي هذا التشابك اللي يصير بيه الاكسشينجز اوف اوكسجين، كربون دايوكسيد، نيوترينت، هرمون، ويست، راح يتم في عن طريق الكابيلاري بيد. صراحه هنا في الكابيلاري بيد في المكان اللي هنا طبعا جدا واضح في هذه الصوره، اذا تشوفون انه عندنا هنا الكابيلاري بيد، المكان اللي يصير به البلاكسز التشابك مثل ما تشوفون بالجهة اليسرى الارتريول، في الجهة اليمنى الفينيول، هنا التشابك الكافيلاري بيت يتم به الاكسشينجز اوف غازز، كربون دايوكسيد، الاكسجين. يعني هنا الجهة اليسرى راح تكون محملة بالاكسجين، نيوترينت، هرمون، كيميكالز، راح تعطيها للتيشيو اللي تشوفوها هاي الباك جراوند الخلايا، وبالمقابل راح تاخذ من التشيو الويست اللي موجوده، الميتابولايت اللي هي ويست ميتابولايت والكربون دايوكسيد، تاخذها ايضا من التشيو. هنا التبادل بيكون في هذا المكان بالكابيلاري بيت، هنا يتم خروج فلويد من السيركوليشن الى الانترستيشال سبيسز. الانترستيشال سبيسز هذه اللي هي الباك جراوند مال النسيج، الانسجه، إذا تشوفون هذا السهم المكتوب تيشيو فلويد. هنا أنا في هذا المكان راح يطلع هذا الفلويد من السيركوليشن إلى الانترستيشال فلويد. هذا الانترستيشال فلويد 85% يعني 85% retained to blood circulation through the venous. The venous return يعني يرجع عن طريق الفينز، عن طريق الفينز يرجع للسيركوليشن. تبقى 15% المتبقية من عنده راح ترجع عن طريق الليمفاتيك فيزل، الجهاز او الاوعية الليمفية. اذا تشوفون هنا باللون هذا الجرين اللي هو الاخضر، هاي تمثل الليمفاتيك كابيلاريز. يعني احنا عندنا كليمفاتيك سيستم مقسم الى 3 كومبوننتس، ثلاث مكونات: الليمف، السائل الليمفي اللي نعرفه هو شنو، والليمفاتيك فازلز، الاوعية الليمفية، والليمفاتيك اورجنز، الاورجنز الليمفية اللي هي تشمل. يعني هذا السيستم مكون من ثلاث مكونات رئيسية: ليمف، ليمفاتيك فازلز، والليمفاتيك اورجنز. هذا اللي باللون الاخضر هي الليمفاتيك كابيلاريز اللي تكون متواجدة في منطقة الكابيلاري بيد مثل ما تشوف في كل انسجة الجسم، في كل نسيج بالجسم موجود هذا الكابيلاري بيت، هذا الكابيلاري بلاكس لازم هذا موجود لغرض الاكسشينجز اوف، قلنا كربون دايوكسيد، النيوترينت، والاكسجين،
كيميكالز هرمونز اللي تتم بين البلاد والتيشيو في هذا المكان، راح تكون هنالك مصاحبة لإمفاتيك كابيلاريز اللي هاي باللون الأخضر. نقطة جدا مهمة، keep in your mind circulatory system is a closed system. نقطة جدا مهمة، هاي هو جهاز أو circulation مغلقة، بينما lymphatic system is not a closed system or in another mean it is an open system. هاي نقطة مهمة، ليش؟ مثل ما تشوفون انه نهايات الكابيلاريز مال lymphatic capillaries هي مفتوحة لأجل استقطاب هذا الفلويد اللي هو الانترستيشال فلويد اللي هو نسبته 15% اللي سرعان ما يدخل الليمفاتيك كابيلاريز يسمى بالليمف. يعني الانترستيشال فلويد اللي هو يدخل للليمفاتيك فازلز يدعى بالليمف، السائل الليمفي. فهاي نقطة مهمة انه نفرق انه الليمفاتيك سيستم هو is an open circulation بينما ال systemic circulation هي closed circulation، وهذا الشيء واضح مثل ما قلنا لأنه نهايات الليمفاتيك كابيلاريز هي open ended open blind يعني نهايات عمياء ومفتوحة لاستقطاب هذا الانترستيشال فلويد. طبعا احنا عندنا كليمفاتيك سيستم، هسه نشوف مو قلنا الليمف والليمفاتيك فازلز وعندنا الليمفاتيك اورجان. الليمفاتيك فازلز هو بداية مثل ما شفنا بالفيجر السابق، هذا الرسم السابق، انه تبدي بالليمفاتيك كابيلاريز، طبعا هاي بعدين يعني ليمف كابيلاريز، ثم تتحد تكون ليمف فازلز، وثم تتحد تكون ليمف ترانكس قنوات، ثم ليمف داكت، ثم تصب في الرايت والليف سب كليفين فين. هسه نشوف هذا السيركوليشن مال الليمف بالجسم ويرجع الى البلاد سيركوليشن. هسه نشوف شلون انه راح يبدي منه، ولكن هي كسيركوليشن هي شنو؟ اوبن، لانه مفتوحه نهاياتها، مو سيركوليشن مستمره. وظائف الفانكشنز اوف ليمفاتيك سيستم، النقطة الأولى والمهمة هو retains fluid from tissue to blood. مثل ما قلنا 85% of fluid retain to blood via blood capillaries. هنا يرجع للفينوس رتين، يعني عن طريق للفينز عن طريق الكابيلاريز ويرجع إلى السيركوليشن، ولكن remaining 15% راح يرجع عن طريق الليمف كابيلاريز مثل ما قلنا، اللي هو الانترستيشال فلويد اللي يدخل الى الليمفاتيك او الليمف كابيلاريز اللي يدعى بالليمف. ثانيا ريتينز لارج مولكيولز تو بلاد، اباوت 25 to 50% اوف بلاد بروتينز ذات ليك اوت كابيلاريز ويل ريتين باك تو بلاد سيركيليشن ثرو ليمف كابيلاريز. ايضا انه نشوف الكابيلاريز راح طبعا نشوفها بالمقارنه بالبلاد كابيلاريز، انه تحتوي بها نسبة الترميابلتي عالية، بها اوبننجز اكبر من اللي موجودة، يعني بين الاندوثيليوم مال الليمفاتيك كابيلاريز اكو فتحات اكبر حتى تسمح بالديفيوجن مال هذه البروتينات وعودتها الى الدم، حتى لا يخسر الدم هذه البروتينات اللي هي ليك اوت اوف بلاد سيركوليشن. فاذا اذا الليمفاتيك سيستم مو بس يرجع لي هذا الفلويد، يعني هذا ال 15% يرجع لي البروتينات اللي هي ليك اوت اوف بلاد سيركوليشن اللي تطلع خارج السيركوليشن، يتم ارجاعها مره ثانيه للسيركوليشن عن طريق الليمفاتيك سيستم. النقطه الثالثه هي الابزوربشن اند ترانسبورت اوف فات. اكو عندي فد سبيشال ليمف كابيلاريز موجوده بالفيلاي اوف سمول انتستين، نصيح لها اللاكتيلز. هاي اللاكتيلز اللي هي سبيشالايزد lymph capillaries لها قابلية الabsorption of fat or lipid and fat soluble vitamins، يعني الدهون والفيتامينات اللي طبيعتها دهنية ذائبة بالدهون، مثل طبعا فيتامين دي فيتامين كي، هذه فيتامين اي، هذه فيتامين نصيح لها fat soluble vitamin، يتم امتصاصها عن طريق هاي specialized lymph capillaries وذهابها دايركتلي تو اديبوس تيشو بدون المرور بالليفر بالكبد. اذا هاي ايضا فانكشن اضافيه الى
الليمفاتيك سيستم. النقطه الرابعه والمهمه للليمفاتيك سيستم هي الاميونيتي ديفنس ميكانيزم، لانه الليمفاتيك سيستم مثل ما قلنا به الليمفويد اورجان، هاي الليمفويد اورجان تلعب دور مهم بالاميونيتي بالبيكينج اب اوف فورين باثوجين بارتيكل، اي فورين بودي يتم التقاطه وتنقيته عن طريق الليمفاتيك سيستم. هسه نشوف بمن يكمن هذا الشيء. كسيركوليشن اوف ليمف مثل ما قلنا انترستيشال فلويد، مثل ما قلنا في بدايه المحاضره انه السائل اللي يطلع خارج البلود سيركوليشن للتشو للانترستيشال سبيس اللي هو الفراغات اللي موجوده بين خلايا النسيج، هذا السائل 85% يتم ارجع عن طريق البلود كابيلاريز الى الفينس رتين وهكذا يرجع للبلود سيركوليشن، 15% هاي ال 15% ترجع عن طريق الليمف كابيلاريز. هذه الاسترجاع هذا الانترستيشال فلويد مجرد دخوله لللمف كابيلاريز صحنا له لمف، يطلق عليه اسم لمف. لمف اذا تشوفون السيكونس هنا لمف كابيلاريز هي الاصغر قطرا، ثم اللمف فيزل او الكولكتنج فيزل. هسه تشوفون احنا نحكي عن اللمف فيزل بها نوعين، افرنت اي الصادر يعني اللي يصل لللمف نود، وعندي الافرنت اللي يخرج من الليمف نود، اثنين هذني هن ليمف فيزل. ومن ثم طبعا راح يصير فيها كونفلوينس تتحشد تتكون لي يعني من هذا المجموع الهائل من الليمف كابيلاريز يعني ميرج تندمج تتكون لي مجموعه اقل من الليمف فيزل، ثم تحتشد اكثر يعني وتتحد وتكون لي فقط 6 ليمف ترانكس، 6 قنوات رئيسيه، ثم هذه تتحد ميرج وتكون لي 2 مين لينف داكت. هسه نشوف عندي رايت وليفت، ومن ثم تصب وين بالرايت والليفت سب كليفين فين، يعني الوريد اللي تحت الترقوي الايمن والايسر، ومن ثم طبعا ذن هنا يصبون بالسوبيريور فينا كيفا بالوريد الاجوف الاعلى اللي يصب وين بالرايت اتريوم مال القلب. اذا هنا رجع هذا السائل الانترستيشال فلويد من مر بهذا الدورة هاي الكاملة ورجع إلى البلاد سيركوليشن، ثم يرجع من جديد هذا يصير سيركوليت بالبلاد ويرجع انترستيشال فلويد وهكذا ترجع. لكن تظل هاي السيركوليشن هي أوبن سيركوليشن، بينما السيستميك سيركوليشن هي كلوزد سيركوليشن. مثل ما قلنا كومبوننتس اوف ليمفاتيك سيستم هي 3 مين كومبوننتس، ليمف، ليمفاتيك فازلز، وليمفاتيك اورجانز. الليمف هذا السائل الشفاف اللي هو كلير او الصافي water appearing fluid found in lymphatic vessels. السائل هذا اللي قلنا مجرد اللي هو interstitial fluid اللي مجرد دخوله الى lymphatic vessels يسمى او يطلق عليه اسم الليمف. كل شيء يشبه blood بلازما مع 3 main different things، ثلاث شغلات مهمه فرق عن البلد بلازما. اولا has a lower percentage of protein، نسبة البروتينات اقل من البلازما مال الدم. ثانيا no erythrocyte or platelet، الارثروسايت هي الاربيسي خلايا الدم الحمراء، ما يحتوي على platelet صفيحات دموية ولا خلايا دم حمراء. وبي more lymphocytes، هذه هنا تكمن في تعزيز الدور المناعي للجهاز الليمفي، مثل ما قلنا له defense mechanism immunity عن طريق بي لينفوسايت اكثر من البلازما، لذلك هنا له دور بالكليرنس او الكليرنج انه تخليصنا من الفورن سبستانسز والباثوجين اللي هي غريبه عن الجسم. اللينفوسايت طبعا هي محور الخلايا الدفاعيه اللي موجوده باللمفاتيك سيستم، طبعا هنا راح تكون موجوده بكثره. واحده من الجلاندز او الليمفاتيك اورجنز اللي تمنح الليمفوسايت هي الليمف نود اللي موجوده في طريق الليمف. طبعا الليمف نودز هي جزء من الليمفاتيك سيستم. اذا نشوف البقيه الليمفاتيك اورجنز هي سيبريتد اورجنز، يعني مثلا سبلين بون مارو ثايموس، نشوف هذني هنا الليمفاتيك اورجنز هذني مفصوله اعضاء مفصوله، لكن اللي موجود ضمن الليمفاتيك سيركوليشن هي الليمف نود اللي واقعه في يعني متوزعة على طول الليمفاتيك سيركوليشن وتستمر تعطي ليمفوسايت للنف حتى ينقي النف من أي أجسام غريبة وأجسام مضرة للجسم.
فاذا الليمف نود هي بارت من الليمفاتيك سيستم، بينما بقيه الليمفاتيك اورجانز موجوده بشكل سيبريتدلي مفصوله عن الليمفاتيك سيستم. طبعا البريشر اوف ليمف هو تقريبا يشابه طبعا يكون جدا قليل ويشبه الضغط اللي موجود بالفينز. الليمف نقطة جدا مهمة is a unidirectional باتجاه واحد، يعني الليمف اللي يبتدئ من الليمفاتيك كابيلاريز يجب ان يستمر باتجاه الرايت اتريوم. بالسيكونس اللي حكيناه من قلنا انه الليمف ليمفاتيك ليمف كابيلاريز ثم ليمف فازل، طبعا يمر هنا بالليمف نود متعددة بالطريق، ثم لمف ترانك، لمف داكت، ثم سابك ليفين فين، ثم سوبيريور فينا كيفا، ثم بالرايت اتريوم. لازم بهالدايركشن، ما عندي دايركشن بال يعني رتين باك، وهذا الشيء يكمن بوجود فالف صمامات عددها كلش كبير باللمفاتيك سيستم، يعني اكبر من اللي او اكثر من اللي موجوده بالفين. الفين هم يحتوي على فالف صمامات حتى تمنع الرتين باد اوف بلاد بالاتجاه المعاكس، ايضا حتى تسمح باليوني دايركشنال اوف بلاد باتجاه الهارت. اذا هذه نسميها سيمي لونر وان واي فالفز، صمامات باتجاه واحد. طبعا اللي يدفع اللمف باتجاه هذا السيركوليشن هو وجود السموث ماسل اللي موجوده باللمفاتيك فازلز، الكونتراكشن مالته راح يدفع اللمف باتجاه الرايت اتريوم. هذا موضوع اللمف. الجزء الثاني هو الليمفاتيك فيزلز. مثل ما قلنا الليمفاتيك فيزلز تبدي او بدايه بالليمف كابيلاريز اللي هي الاصغر قطرا واللي تكون موجوده ب اوبن اندد بلايند اندد، يكون مفتوحه لاستقبال الانترستيشال فلويد اللي سرعان ما يسمى بالليمف من يدخل الى داخل الليمف كابيلاريز. الليمف كابيلاريز بها اندوثيليوم فيري سمبل، اللايننج مالت اندوثيليوم، وهاي الاندوثيليوسايت الخلايا تكون بيناتها اوبننجز قلنا هنا حتى تسمح بماكسيمم بيرميابيلتي حتى تقدر تستقطب ترجع البروتينات اللي خرجت خارج السيركوليشن. البيزل لامينه اللي هي الطبقه الثانيه موجوده بالبلاد كابيلاريز اذا تتذكرون، هنا لو تكون موجوده لو تكون مختفيه او بورلي ديفلوب، يعني تكون كلش ضئيله او ما متوفره. طبعا مثل ما قلنا انه بالمقارنه بالبلد كابيلاريز هنا البيرميابيلتي تكون كلش عاليه مال الليمفات الليمف كابيلاريز، لانه اللايننج مالت الاندوثيليوم يكون يحتوي على جابات بتوين الاندوثيليوسايت حتى تسمح بمرور الجزء الموليكيولز الكبيره وخاصه البروتينز. نقطه جدا مهمه، كل انسجه الجسم تحتوي على ليمف كابيلاريز اكسبت ما عدا البون مارو نخاع العظم وما عدا الافاسكولار تيشوز، الانسجه اللي ما بها بلاد سبلاي اللي هي الكورنيا والهير والنيل، يعني الاظافر والشعر وقرنيه العين ما تحتوي على بلاد سبلاي، فما بيها شنو؟ ما بيها لمف كابيلاريز. هاي نقطه جدا مهمه. بعد الليمف كابيلاريز راح تكون الليمف فازلز او الكولكتنج فازلز اللي هي الجزء الثاني من الليمفاتيك فازلز اللي هي تكون اكبر قطرا، تكون كلش شبيهه بالفين من ناحيه الستراكشر او خلينا نقول اللايرز اوف ذا وول اللي هو متكون من تونيكا ميديا، تونيكا انتيما، تونيكا ادفنتيشيا، ولكن ثينر ذان اللي موجوده بالفين انحف. نقطة جدا مهمة، الليمف فازلز بها نوعين افيرنت وافيرنت بالاي، هاي مهمة تنتبهوا لها. هذه الافيرنت قبل الليمف نود، بينما الافيرنت هي بعد الليمف نود، يعني الليمف فازلز اللي يدخل للليمف نود نصيح له افيرنت ليمف فازل، يخرج من الليمف نود نصيح له افيرنت ليمف فازل او كولكتنج فازل. هذا طبعا هنا من يدخل الليمف نود، هنا الليمف نود راح تبطي الليمفوسايت، راح تسوي له فلتريشن تنقيه من الشكو باثوجين اور فورين موليكيول. وطبعا لا تنسون موضوع الفالفز اللي هي سيمي لونر وان واي فالفز اللي تكون منتشره على طول الليمفاتيك فيزلز، وكلش دورها مهم بانه تمنع بريفنت الريتين باك اوف ليمف تو ليمف كابيلاريز اند الاو اونلي ايوني دايركشنال اوف ليمف
toward the heart, toward the right atrium of the heart. واضح؟ هاي نقطة مهمة جدا. الليمف ترانكس مثل ما قلنا، هذه الليمف فازل راح تكون متعد كثيرة، راح تتحد ميرج وتكون وتحتشد كونفلوينس، يعني تحتشد وتكون لي فقط 6 مين ترانك، ترانك 6 اللي هي جاجولار ليمف ترانك، سابكليفيان، برونكو، ميدياستينال، انتركوستال، انتيسنال، ولمبر ليمف ترانك. 6 انواع من الترانك ضروري انه تعرفوهن، ذنهن الرئيسيات. هذه الليمف ترانكس والميرج to give only two main lymph ducts, right lymph duct and left lymph duct. فقط النور تعطي فقط دكتين رئيسيات, right والleft. طبعا هنا جدا مهم انه طبعا الطبقات نفسها راح تكون موجوده في هاي الدكت, تونيكا ميديا, تونيكا انتيما, تونيكا ادفنتيشيا, كل الموجودات مثل الموجوده بالبلاد فازول, لكنه اكو ديفرنسز انه بال الثيكنس تكون انحف. هذول التو مين داكتس نقطة جدا مهمة. إذا قسمنا الجسم إلى أربعة أرباع, يعني الربع الأيمن الأعلى والربع الأيسر الأعلى وكذلك الربع الأيمن الأسفل والربع الأيسر الأسفل, فإن الربع الأيمن العلوي هذا الربع الوحيد الذي يصب في الرايت لينف دكت, يعني يجمع اللينف من هذا الربع مال الجسم في الرايت لينف دكت, بينما ثلاثة أرباع الجسم المتبقية تجمع اللينف في الليفت لينف دكت اللي هو نصيح للثوراسيك دكت واللي هو اللارجست, نقطة مهمة تقولها, اللارجست لينفاتيك فازلز, أكبر لينفاتيك فازلز هو الثوراسيك دكت او الليفت لينف دكت اللي يجمع اللينف من ثلاثة ارباع الجسم ما عدا الجزء احنا نصيح له الرايت ابر بارت اوف ذا بودي, هذا يصب في الرايت لينف دكت. الرايت لينف دكت يصب في الرايت سبكليفيان فين, بينما الثلاثة ارباع الجسم المتبقية تصب في الليفت سبكليفيان فين. ذن اثنيناتين الفين يصبون في السوبيريور فينا كيفا, الوريد الاجوفي الاعلى اللي يصبون بالرايت اتريوم. اذا نرجع لنا في السيركوليشن وترجع السيركوليشن من جديد. هذا رسم يوضح, شوف شلون انه السيستميك سيركوليشن هي كلوز, بدايه من الهارت ناخذ على الجهه اليمين هذا الاوكسجينيتد بلاد اللي يروح بالارتريز مثل ما قلنا بنفس السيكونس, اللارجر ارتريز الاستيك ثم الماسكولار ثم يتجه للارتريولز ثم الى الكابيلاريز, كابيلاري بيد, ها شوفوا البلاكس اللي هي جوا, من عندها تشوفون الليمفاتيك كابيلاريز شلون هي اوبن اوبن سيستم, تاخذ الفلويد اللي موجود, اذا تنتبهون هذا اللي هي باللون الجرين, شوفوا التاشيرات هنا راح تكون تعطيني الى كولكتنج فازلز او اللي قلنا هي الليمف فازلز اللي شوف تحتوي على عدد كبير من الفالز هاي المشرين عليها, هذا الجزء اللي هو يكون موجود الكبير اللي تدخل به الليمف نود, شوف يدخل هو افرنت ويخرج افرنت وهكذا الى ان تتحد وتكون الليمف ترانك وتتحد تكون تو ماين ليمف داكت ثم يصبن في الجزء الايمن من القلب اللي هو الرايت اتريوم. شوفوا عن طريق هذا الفين شوفوا انه السيستميك سيركوليشن هي كلوز, شوفوا شلون مغلقه من الهارت وترجع, بينما الليمف سيركوليشن هي اوبن تبدي من الكابيلاري بيد اللي موجوده بالانسجه جميعا مال الجسم ما عدا اللي قلناهم الكورنيا والنيال والهير والبون مارو ما موجوده بها, وتصب ايضا بالرايت اتريوم اوف ذا هارت. الليمفاتيك اورجان الجزء الاخير من الليمفاتيك سيستم اللي هو الجزء الكومبوننت الثالث, بي برايمري ليمفويد اورجان وبي السكندري ليمفويد اورجان. البرايمري هن اثنين الثايموس والبون مارو. بالنسبه للثايموس, الثايموس has a rich blood supply. الثايموس هذه الغدة الزعترية اللي موجودة بالجزء العلوي من القلب فوق القلب موجودة أعلى القلب. الثايموس هي ما تحتوي على afferent بس بها afferent vessel. الثايموس هي مكان يصير به maturation, differentiation, development of T lymphocyte. ولذلك هذا T lymphocyte جاي من الثايموس الغدة الزعترية. وهذا الشيء إذا يصير development. هاي الثايموس هي مصدر لي
نمو ونشأة وتمايز التي لينفوسايت اللي بعدين من تكمل تعطيها جزء لللمف وجزء للبلد سيركوليشن. الجزء الثاني من الليمفويد اورجن اللي هو البرايمري هي البون مارو. البون مارو مثل ما تعرفون هو المصدر لكل انواع خلايا الدم، وايت بي سي، ار بي سي، بليتليت، كلهن، والاي وايت بي سي طبعا بكل انواعها، الليمفوسايت، المونوسايت، البيزوفيليو، زينوفيل، نيوتروفيل، كل انواع الوايت بي سي وكل الار بي سي والبليتليت مصدرها من البون مارو، لان بها ستيم سيل، خلايا جذعيه لها قابليه الدفرنشيشن والماتوريشن، قابليه التمايز وتعطيني خلايا الدم اجمع. البون مارو المكان اللي يصير فيه الماتوريشن والديفلوبمنت اوف بي لمفوسايت، النوع الثاني من الليمفوسايت، ولذلك حرف البي جاي من بون مارو، لان الماتوريشن والبروليفريشن مالت البي لمفوسايت بالبون مارو. السكندري لمفويد اورجانز هي كلاث، هي السبلين، لمف نود والتونسل، هي الثانويه. السبلين يمثل اللارجست لمفاتيك اورجان، انتبهوا على هاي النقطه انه اكبر لمفاتيك اورجان هو السبلين. طبعا السبلين كلش مهم، بريد بلب ووايت بلب بقسمين، طبعا الريد بلب بي لمفوسايت، تي لمفوسايت، ماكروفاج وكل انواع الدم، بينما الوايت بلب يحتوي مينلي على تي لمفوسايت. السبلين بوظائف مهمه، اولا انه المكان الوحيد اللي يصير به الكليرنس، تنظيف الدم من السيركوليتنج انتيجين، ولكن ليس الانتيجينات اللي موجوده بالتيشيو، لان الانتيجينات الموجوده بالتيشيو من المسؤول عن الكليرنس مالته الليمف نود، لانه مثل ما قلنا الانترستيشال فلويد اللي من الانسجه بي مثلا خلينا نقول بالنسج فورن مولكيول اجت من اللي راح يخلصنا منها الليمف نود اللي موجوده بالطريق اللي موزعه على طول الليمفاتيك سيستم، بينما الانتيجينات الموجوده بالبلاد البلاد بالسيركوليشن مالته من يدخل للسبلين راح يخلصنا من الانتيجينات السبلين. لذلك نقول السبلين از ذا اونلي سايت وير immune response كان ستارتد اجينست انتيجين بريزنت ان سيركوليتنج بلاد. انتبهوا لهي النقطه، بينما الانتيجينات اللي موجوده مو بالدم، بالتشيو اللي خلصنا منها الليمف نود. السبلين يمثل المركز طبعا مال destruction of erythrocyte والبليتليت. مثل ما تعرفون انه الار بي سي لها عمر 120 يوم، من ينتهي العمر مالته من المسؤول عن الكليرنس مالته السبلين، كذلك البليتليت. بالاضافه انه السبلين يعتبر كستور للبلد، يعني من الدم ينقص الجسم ينقص مستوى البلد اللي موجود بالسيركوليشن، السبلين ممكن بيستور بسيط ينطي للسيركوليشن يعوض. النقطه الثالثه والمهمه انه السبلين في فترة الفيتال لايف، فيتال لايف يعني فترة وجود الجنين داخل الأم، داخل يعني في رحم الأم موجود الجنين، صناعة البلد سيلز كلها مالت تتم بالسبلين وليس بالبون مارو. البون مارو تتم بصناعة كل خلايا الدم سرعان ما ينولد، عندما ينولد الطفل يتم سير شيفتنج من السبلين إلى البون مارو. فإذا السبلين يمثل مصدر صناعة كل خلايا الدم أثناء فترة تواجد الفيتس ببطن الأم. الليمف نود اللي هي قلنا جزء من الليمفاتيك سيستم وليس مفصولة مثل بقية الليمفاتيك أورجانز. الوظيفة المهمة أو الوظائف المهمة للليمف نود هي طبعا هي الجزء الثاني الليمف نود، الجزء الأخير هي التونسل. طبعا هي تكون سنتر للليمفوسايت برودكشن. بوث البي لينفوسايت والتي لينفوسايت تنتج باللمف نود وتعطى للنف، يعني توزع من يمر النف بها يسوي لها كليرنس وتمنحها تي وبي لينفوسايت من يخرج منها، يعني يدخل الافرنت لينف فازل محمل باللنف راح يسوي له فلتريشن تنظيف وتنطي تي وبي لينفوسايت. فاذا مثل ما قلنا النقطه الثانيه بكتيريا اند اذر بارتيكولار ماتر ار ريموفد فروم لينف، لان نسوي له فلتريشن خلصنا من عنده ماكروفاجك وخلايا اللي هي قابلية الفاجوسايتوسيس اي الابتلاع، خلصنا من هذه الفورين مولكيولز. التونسلز هي الجزء الثالث من السكندري لمفويد اورجان. هاي التونسلز هي ايضا لها ادوار ديفنس ميكانيزم اميونيتي، تحتوي لي طبعا على التونسل كفر باي ابيثيليوم وبيها تونسلر كريبتس، يعني شلون التجاويف. هاي التجاويف تكون مبطنه لايند باي لمفاتيك نوديولز تحتوي على الليمفوسايت اللي هي لها دور تخلصنا من الفورن سبستانس. عندي ثلاث انواع من التونسلز حسب اللوكيشن، نشوف اللوكيشن والعدد.
مثلا عندي الفارنجيال تونسل اللي هي الادينويد نصيح لها تكون سنجل وحده موجوده. وين هذه؟ موجوده بالوول اوف فارنكس. طبعا هذه موجوده ب او مرات نصيح للنيزو فارنكس تونسل موجوده في سقف الانف. اذا تتذكرون انه الفارنكس بثلاث اقسام نيزو فارنجيال اورا فارنجيال ولارينجو فارنجيال، يعني ثلاث اقسام من الفارنكس نيزو فارنكس اورا فارنكس لارينجو فارنكس ثلاث. فهو بالجزء العلوي اللي هو الانف هنا أنا موجودة هاي الفارنجيال تونسل. هسه نشوفها بالرسم هنا جدا واضحة. شوف الفارنجيال تونسل أو الأدينويد اللي هي تكون سينجل، شوف مكانها في سقف الأنف من جهة الفارنكس، يعني بالنيزو فارنكس. لذلك بعض راح نسأل نيزو فارنكس تونسل. بينما البلاتاين تونسل النوع الثاني اللي هنا ذني اللي نشوفهن على في النهاية بالبوستيريال سايد اوف ذا اورال كافيتي بالجهه الخلفيه اللي احنا دائما نشوف ان اللي هن يكون شنو بير زوج موجودات على الجهه الخلفيه من تجويف الفم، هذني هن يكون البلاتاين تونسل. وعندي النوع الثالث اللينجوال تونسل اللي هي لينجوال يعني لساني اللي موجوده بالروت اوف التانك اللسان في جذر اللسان. تشوفون هذا التأشير تقريبا في نهايه اللسان موجود النوع الثالث من التونسل وهو اللي نصيح له اللينجوال تونسل. اذا ثلاث انواع من التونسل، النوع الاول الفارنجل اللي هو الادينويد اللي يكون سنجل، والبير اللي هو الزوج اللي هو البلاتاين، واللينجوال تونسل تكون نيومرس يعني عديده. نيومرس من نقول معناها اكثر من اثنين، وهنا طبعا حسب انديفيدوال فاريشن ممكن ثلاثه اربعه حسب الاشخاص. من نقول نيومرس معناها مور ذان تو. الى هنا طبعا طلبتنا الاعزاء تنتهي محاضرتنا عن الليمفاتيك سيستم، وارجو ان تكونون قد استفدتوا من هذه المحاضره اللي هي تكمله لموضوع السيركوليتوري سيستم. على امل اللقاء بكم ان شاء الله في محاضرات اخرى.